بسم الله الرحمن الرحيم. آية النجاة من الغم. كلنا يتعرض في حياته، وبخاصة في هذا العصر أيها الأحبة، ضغط التكنولوجيا الرقمية وعصر المعلومات، ضغط نفسي هائل نتعرض فيه للضر، للغم، للهم. القرآن لم يترك شيئا إلا وعلمنا إياه، لم يترك مشكلة في حياتنا إلا وعالجها من قبل أن تقع. لذلك هناك أدعية تحصن بها نفسك، آيات تجعلك تقف طويلا أمامها. الحقيقة أيها الأحبة، يعني أنا شخصيا غالبا ما أدعو بهذه الآية عندما أتذكر سيدنا ذنون، ذلك النبي الكريم يونس عليه السلام، عندما تعرض لاختبار صعب جدا، أنه كان في ظلمات المحيط أو ظلمات البحر وفي ظلمات بطن الحوت عندما التقمه الحوت وفي ظلمات الليل، ثلاثة أنواع من الظلمات اجتمعت عليه. إذا كنت أنت في هذا الموقف بما تدعو، ماذا تقول؟ مهما كانت مشكلتك لن تكون مثل مشكلة سيدنا يونس عليه السلام، مهما كانت لن تصل إلى هذا المستوى. لذلك القرآن أعطاك أعظم مشكلة يمكن أن تتعرض لها في هذه الدنيا، وسوف ينجي الله قائل هذه الكلمات أو قائل هذا الدعاء. أيها الأحبة، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. هنا يخطئ بعض الناس، يظنون أن سيدنا ذنون ظن أن الله لن يقدر عليه، يعني لن يستطيع أن يفعل له شيء أو بهذا المعنى. لا، يقدر هنا بمعنى يختبر، لأن الله تبارك وتعالى يقول فقدر عليه رزقه، فيقول ربي أهانن، فقدر عليه رزقه. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ما معنى يقدر؟ أي يختبر ويبتلي. فسيدنا يونس ظن أنه لن يخضع لمثل هذا الاختبار، لن يخضع لقدر الله عليه ويتعرض لشيء من الأذى، ظن أنه سيعيش حياة مطمئنة ولن يحدث له شيء. طبعا هو خالف أمر الله عندما أصابه ربما نوع من الملل من الدعوة، لم يستجيبوا له وهو محق، لم يستجيبوا له، تعب معهم كثيرا فتركهم وخالف أمر الله سبحانه وتعالى، فعرضه الله لاختبار ولكنه نجح في هذا الاختبار. لذلك أيها الأحبة، أنت إذا تعرضت لاختبار قوي، لبلاء، لمشكلة، لهم، لمرض، لظلم معين، لنقص معين، لفاقة معينة، لدين معين لا تستطيع أداءه، كل هذه أنواع من الغم، هنا تتذكر دعاء سيدنا يونس عليه السلام وهو في أسوأ وضع يمكن أن نتخيله وأصعب وضع على الإطلاق، يعني في بطن الحوت لا أحد ينجو. عندما يبتلعك الحوت وتدخل إلى بطنه، لا يمكن لقوة في العالم إلا قوة الله سبحانه وتعالى أن تنقذك. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. يا رب، أنا أخطأت، ظلمت نفسي عندما سلكت هذا الطريق، وأنا الذي ورطت نفسي بهذه المشكلة، أنا الذي تورطت بهذا الدين فحل لي هذه المشكلة، أنا الذي أخطأت وسلكت سلوكا خاطئا فتعرضت لهذا الضرر، لهذا الغم. أن لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. هنا أنا أنزهك يا رب، كلمة سبحانه
أي تعالى الله وتنزه، كلمة تنزيه لله عز وجل وتقدير لهذا الخالق العظيم، عندما تقول سبحانك إني كنت من الظالمين، فأنت يا رب لك الحكم وأنت عندك القوة وعندك الشفاء، وتستطيع أن تنقذني وأنا ظالم. يعني بنفس الوقت تعترف بين يدي الله بضعفك وقلة حيلتك وظلمك لنفسك، وتنزه الله سبحانه وتعالى وتعظمه وتجله وتنزهه عن الخطأ. هناك أيها الأحبة من يبتليه الله بشيء بسيط يقدر عليه الرزق، يقلل رزقه قليلا فتجده يكفر، يقول ماذا فعلت يا رب لتفعل معي هذا؟ ما الذي فعلته؟ يعني يشكو الله لعباده. انظروا إلى هذا الظلم، بدلا من أن يعترف بظلمه لنفسه وبضعفه أمام هذا الخالق العظيم، تجده يتمرد أحيانا وينكر ويجحد نعمة الله عز وجل، وينسى أن هذا البلاء هو لمصلحته، أن الله ابتلاك بضيق الرزق أو ضيق العيش أو بظلم أو أذى ليردك إليه وليرجعك إليه لتلجأ إليه، لأنه يحبك. الله يريد الخير لكم أيها الناس، لا يريد الظلم والشر، يريدكم أن ترجعوا إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب ما هي النتيجة؟ ما هي نتيجة من يقول هذا الدعاء؟ فاستجبنا له. هنا أيها الأحبة حرف الفاء في اللغة العربية نحن نعلم أنه لسرعة الاستجابة وسرعة الفعل للأفعال الخاطفة يستخدم الفاء غير الواو. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، لأن عملية نجاة سيدنا يونس أخذت وقتا حتى صعد ولفظه الحوت ووجد نفسه على شاطئ البحر، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين لعلاج هذه الجروح والقروح الجلدية وغير ذلك. لذلك قال فاستجبنا له ليقول لك إن القرار تم توقيعه عند الله، فاستجبنا له انتهى الأمر، ولكن تنفيذ هذا القرار أخذ شيئا من الوقت حتى تم يعني عولج وشفي. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي من؟ وكذلك ننجي المؤمنين، لأن سيدنا يونس كان قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، كان قلبه معلقا بهذا الإله العظيم. سيدنا يونس كان مؤمنا قوي الإيمان، هذا هو المطلوب. ليس المطلوب أن تقرأ القرآن كثيرا من دون أن تفهم شيء، ليس المطلوب أن تلتزم بالزي الإسلامي وبالمظاهر الخارجية وقلبك هذا ليس فيه ثقة بالله عز وجل، إذا آذاك أحد تفقد ثقتك بالله. المطلوب منك أخي المؤمن قوة الإيمان ومزيد من الإيمان ومزيد من الثقة بالخالق العظيم. لذلك رجاء احفظوا هذا الدعاء كما تحفظون أسماءكم، ورددوه حتى ولو في المواقف البسيطة، حتى وأنت يعني مرتاح ومطمئن قل هذا الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى سيصرف عنك شرا لا تعلمه. دققوا معي أيها الأحبة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين به ويجعلنا مستجابي الدعوة، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.